هي منا زرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. قيم 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 قيم. التنزه ممتع معكما يا جدي ويا جدتي. نعم، لديكما ذكريات في أماكن متعددة وكثير من الحكايات. وجدتكما بارعة في حكاياتها. انظر، أعتقد أن لديها العطر الذي يفضله سعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نوع من العطور تريد؟ هذا من فضلك. ولكنني لم أرى أبي يستخدم هذا العطر من قبل. سنخبرك فيما بعد. كيف حالك يا أم جميل؟ هل صحتك أفضل؟ الحمد لله، أتابع مع الطبيب من وقت لآخر. شكرا جزيلا، تفضلي. ولكن هذا المبلغ كبير و... أعلم أعلم، شكرا لك. أطال الله في عمرك وبارك في صحتك. ما الأمر يا جدي؟ لقد أعطيت البائعة نقودا أكثر من ثمن العطر. وأنا متأكدة أن أبي لم يستخدم هذا العطر من قبل. هذه المرأة تعمل وتتعب ولا تتسول رغم أنها فقيرة ومريضة، ونحن بهذه الصدقة نساعدها. لم يتصدق جدك عليها بالمال فقط، بل بابتسامة في وجهها أيضا، وبالكلام الطيب الذي قاله لها، ومعاملته لها معاملة حسنة. وهل تجوز الصدقة على الأخت يا جدتي؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن فواز يتصدق علي منذ وقت طويل، فهو دائما يبتسم في وجهي ويعاملني بلطف. سلوك رائع يا فواز، وهذا العطر هدية لك، هدية وليست صدقة. Oh,